معكم شوش أخباركم معكم يور معكم كيمو مصطفى. الحين يا شباب بعد نسوي فيديو كيمو إذا عجبكم حطوا لايك لو لا لا تحطوا لايك يا ويلكم يا ويلكم يلا نجمع خشب يا كيمو هو مصطفى أحمد في المدرسة يلا جمع حكمه واو في ماتشوك وايد جميله هي تعتبر بنتها هي اللي بتقول عليها مسامحه قالت له لا مسامحه يا بابا وقالت لي وانا كلمتها ناشف فكده ايه ده انا مسامحه اخوي انت انا مش انا قلت لك لو اخد منه احتضال مش راح نسوي يا اخوي انا وايد كنت اسوي ان انام على الارض وايد مو مريح اخوي انا ما انا ما اعرفش وتاسفت انت فينك انا خلاص ماشي انا وايد جنبي بس انا وايد جعان جعان انا وايد جعان ايش راح نسوي انت انت ولا جبتنا عند هذه الجزيره شو راح نسوي مو جزيره مكان سوينا حفله هعمل حفله لا 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 هاي اخوي وايد اقدر انا اصنع كتير ادينا الخشب اللي عندي ليش لا نو 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 انا كل واحد يشتي بيت ها انا قد كل صابيك كل واحد يشتي بيت شو قاعد يسوي هذا كله ها ايش تسوي هنا هو كويس وخلاني كويس وخي بتاعته خلاص ماشي فانا ما بتقول لا لا دي مش مسامح يا بنتي دي بنت اختها بنت اختها لا لا خدت مسامح لا يا بنتي انا معدي بقى ليه مش عارف ايه دي خدت مسامح ده والله يا ماما كلمتني حتى انا سكتها انا مش عارف انا توبه اه بحسبها يا ايدي انا مريض من هذا السبب كيف اصنع اليوم ولا هذا الكيل وهذا تتا اخوي طلعتني كيف لا سمعت سين والله بتحس هذا زواج سهل تقعد تمثل علي اخوي كتير ليك وليك اوف انظر هذا بيتي وصلنا انا احسن من بيتك وصلنا نهاية المقطع يا شباب اتمنى عجبكم المقطع لا تنسوا تحطوا لايك يا صندوق مع السلامة يلا